مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل، وعنوان حلقتنا النهاردة السلفي المعتدل العلامة الدودو يفضح مذهب غلاة الحنابلة الوهابية. وفي حلقة النهاردة هنشوف المفاجأة اللي وعدناكم بيها الحلقة اللي فاتت، وهنبدأ مع شيخ الأزهر عند نقطة مهمة اتكلمنا عنها كتير في الحلقات اللي فاتت. نشوف شيخ الأزهر وهو بيتكلم عن موضوع حلقة النهاردة، نشوف الفيديو اللي جاي. هذا ليس مذهب السلف، هذا مذهب الغلاة، حتى كانوا يسمونهم غلاة الحنابلة، وده ليها تاريخ. يعني فيه جماعة من غلاة الحنابلة من المذهب الحنبلي فعلا بشروا بهذا، ولكن تمسحوا بمذهب السلف. وهناك مؤلفات من الحنابلة أنفسهم أرشدونا ونبهونا إلى أن لا تصدقوا هؤلاء، لأنهم لا ينتمون إلى الإمام أحمد بن حنبل. وزي ما شفنا أن شيخ الأزهر بينفي أن مذهب غلاة الحنابلة هو مذهب السلف، وبيقول أن الحنابلة نفسهم حذروا ونبهوا من غلاة الحنابلة أو الوهابية. وهنشوف أحد علماء الحنابلة المعتدلين وهو بيأكد النقطة اللي قالها شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، ونشوف الفيديو اللي جاي. كثير من الشباب الآن يأتون إلى مسألة قطعية بالدليل من العقائد فيقولون هذا هو مذهب السلف. الواقع أن ذلك ليس مذهبا لأحد، هذا هو الدين. كون الإيمان بالقدر خيره وشره ركن من أركان الإيمان، هذا ليس مذهبا لأحد، هذا هو الدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من عند الله، فلا ينسب لأحد من الناس. في المذاهب لا تكون إلا بالاجتهاد، أما الأمور النصية فليست مذهبا لأحد. ومعنى كلام العلامة الدودو إن نصوص العقيدة القطعية ما فيهاش مذاهب لأنها أصلا ما فيهاش اجتهاد، فالنصوص القطعية ليست مذهبا لأحد، فلا يوجد مذهب سلفي بالمعنى ده. وكلام العلامة الدودو بيتفق مع كلام شيخ الأزهر بشكل كبير، ونشوف كلام شيخ الأزهر الدكتور أحمد طيب عن كلمة السلف كمذهب، ونشوف الفيديو اللي جاي. هي كلمة السلف لم ترد في القرآن إلا في موضع واحد، وجاء أيضا في موضع الذم لما آسفونا انتقمنا منهم إلى آخر، فجعلناهم مثلا سلفا ومثلا للآخر في سورة الزخرف، يعني جعلنا هؤلاء مثلا لكفار أمة محمد في النار. شيخ الأزهر بيقول إن مفيش حاجة اسمها مذهب السلف، السلف كلمة مذمومة أطلقها القرآن كاسم للكفار، كفار أهل النار، وملهاش أي علاقة بالرسول أو بالصحابة. ونشوف كلام العلامة الدودو هو بيوضح النقطة دي طبعا من وجهة نظره، واللي بتتقاطع لحد كبير مع كلام شيخ الأزهر، وبرضو بيدينا معنى تاني لكلمة السلف، ونشوف مع بعض الفيديو اللي جاي. كثير من الناس كذلك إذا قالوا مذهب السلف فيقصدون أنه مذهب الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين المهديين والمهاجرين والأنصار والصحابة والتابعين وأتباع التابعين، هذا غير صحيح. هؤلاء ما لهم مذاهب، لأن المذاهب معناها الاجتهادات التي تغطي الفروع أو أكثرها وتكون خارجة عن الوحي المنزلي، فتكون فهما للوحي أو استنباطا منه أو اجتهادا عند عدم وجود النص. شفنا الشيخ الدودو بيقول انه من الخطأ ان اي حد يقول ان الرسول ليه مذهب، او ان احنا الوهابية مذهبنا هو مذهب الرسول، لان الرسول هو مصدر التشريع ولديه نصوص العقيدة القطعية، فمالوش مذهب في العقيدة لا هو ولا الصحابة. عشان كده قال عليهم شيخ الأزهر، رد عليهم شيخ الأزهر في الفيديو اللي جاي، نشوف مع بعض. ومرة أخرى لو أن أبنائنا أو الذين يقولون أننا نحن السلف وإحنا وهابية وإحنا كذا ينشرون أفكارهم ومذاهبهم على أنها من مذاهب المسلمين، لا أحد يستطيع أن يتحدث ولا يمس بانتشافة، وهذا حقهم. ولكن أن يقال أن المذهب الوهابي هو مذهب السلف وغيره مذاهب ضالة، هذا خطأ وهذا جهل وهذا إضلال للناس. شيخ الأزهر بيقول ما يجيش واحد وهابي يقول المذهب الوهابي هو مذهب السلف، يعني مذهب الرسول والصحابة، طالما أنه مذهب الرسول والصحابة فأي مذهب غيره ضال. وهنشوف العلامة الدودو هو بيوضح لنا المفاجأة اللي أزعجت غلاة الحنابلة كتير، ونشوف مع بعض الفيديو اللي جاي. فمذهب السلف إذا نقل في العقائد فالمقصود به ما روي على أتباع التابعين في الأمور التي تكلموا فيها، فلا يدخل فيه الصحابة ولا التابعون أصلا، لأنهم ليست لهم مذاهب، مذاهب إنما بدأت في أيام أتباع التابعين. هذه المذاهب نشأتها ناتجة عن الحاجة، في الاختراع وليد الحاجة. شفنا العلامة الدودو هو بيقول مذهب السلف إذ ورد، يعني لو الواحد قال أنا على مذهب السلف يبقى معناه أنه على مذهب أتباع التابعين، أو أتباع التابعين احتاجوا انهم يجتهدوا في مسائل العقيدة اللي ما فيهاش نصوص قطعية، والكلام ده هيشرحه العلامة الدودو، نشوف مع بعض الفيديو اللي جاي. لم يدرك الناس حقيقة اما عن قصد من بعض العلماء واما عن غير قصد التفريق بين ما هو معصوم وحي منزل وبين ما هو
أمور اجتهادية. نعم. فظنوا أن العقيدة كلها واحدة. واحدة وأنها كلها معصومة وأنها كلها قطعية. نعم. وهذا غير صحيح. هو علم من العلوم فيه مسائل اجتهادية، فيه مسائل قابلة للخلاف، فيه مسائل محسومة بالنص. والعلامة الدد بيقول إن العلماء إما عن قصد أو غير قصد ما قالوش للناس إن العقيدة مش نصوص قطعية وبس، لأ دي فيها مسائل اجتهادية ومسائل قابلة للخلاف، وطبعا هذا الخلاف لا يخرج بسبب أحد من أهل السنة، وده اللي عمله أبو حسن الأشعري مؤسس مذهب الأشعري. ونشوف مع بعض العلامة الدد في الفيديو اللي جاي هقول لنا إيه. وأما الأشعرية فمذهب من مذاهب أهل السنة ينتسب إلى رجل من أئمة أهل السنة وعلمائهم، وهو أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري من ذرية أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وهو قد عاش في القرن الثاني ومات في القرن الثالث، فهو من القرون الثلاثة المزكاة من السلف الصالح، وهو صاحب اجتهاد في الأمور العقدية، لم يجتهد في محل النص ولم ينكر أي أصل من هذه الأركان الستة ولم يخالف فيه، وإنما اجتهد في أمور محدودة، وهذه الأمور تقريبا أربعة أمور اجتهد فيها أبو الحسن، فجاء فيها باجتهادات مثل اجتهادات غيره. وزي ما شفنا العلامة الدد بيقول لنا يعني الأشعري من أهل السنة اجتهد في أمور عقدية قابلة للاجتهاد، ولم يجتهد في أي مسألة فيها نص قطعي، ومش أبو حسن الأشعري اللي اجتهد في العقيدة، ده حتى أكابر العلماء الحنابلة اجتهدوا برضو. والاجتهاد في العقيدة يعني التأويل والتفويض زي ما شرحنا في كل الحلقات اللي فاتت، وشفنا العلامة الدد هو بيأكد الكلام ده، ونشوف كمان العلامة الدد هو بيأكد الكلام ده في الفيديو اللي جاي. هي أن مذهب التأويل هو مذهب المتأخرين من السنة جميعا حتى الحنابلة. كيف ذلك؟ أول من قال بالتأويل فيما أعلم البربهاري من الحنابلة، ومعه وبعده الصابوني والتميمي وابن عقيل وعدد كبير من أئمة الحنابلة، ثم تبعهم عليه شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني. ومعنى كلام العلامة الدد إن ولاة الحنابلة اجتهدوا في مسائل العقيدة اللي ما فيهاش نص قطعي، وكان ليهم تأويل في المسائل دي. والحلقة دي باختصار شديد معنى كلام العلامة الدد إن الحنابلة والأشاعرة مذهبهم واحد ومفيش فرق بينهم. طيب يا ولاة الحنابلة، انتوا دلوقتي بتفسقوا مذهب الأشاعرة وبتكفروهم، وسؤالي اللي بيعتبر ملخص للحلقة، انتوا يا وهابية مدعومين بأموال وعندكوا قنوات فضائية ومالكمش موضوع غير ده فسق وده حرام وده بدعة زي ما قال شيخ الأزهر، طب ليه مش بتردوا في قنواتكم على العلامة الدد بدل ما بتسربوا تسجيلات لليوتيوب وانتوا بتقولوا محدش يسمع الدد؟ ده حتى انا اتكسفت ازيع التسجيلات بتاعتكم دي في الحلقة. ازاي بتقولوا انكم على مذهب السلف الصالح ومش بتدافعوا عن مذهبكم في قنواتكم؟ والحقيقة ان الموقف ده بيدل على تناقض عجيب في شخصية الوهابي. وسؤالي الاخير، هل تناقض شخصية الوهابي هيكون ليه تأثير على عقيدته فتبقى عقيدة متناقضة؟ وده اللي هنتأكد منه في الحلقة الجاية، وتابعوني وألتقي بكم في الحلقة القادمة. لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا. أنت ترد بعقلك ونقبل بعقلك، وده يرد بعقلك وتنكر